الأئمة صلوات الله عليهم يهدوننا إلى منافعنا الكلية. الأئمة صلوات الله عليهم لا يتوانون أن يهدونا إلى منافعنا الجزئية. أنتوا اقروا طب الرضا صلوات الله عليه، طب كامل يتناول أدق الحقائق الطبية، شلون تصبح، شلون تنام، شلون تأكل، هل تجمع بين أطعمة معينة أو لا تجمع بأطعمة معينة، كيف تغسل نفسك، كلها تجدها في طب الرضا صلوات الله عليه. في قضايا التجارة، أدق القضايا التجارية اللي التاجر يتوصل إليها بعد 60 عام، تجدها في كتاب الوسائل وفي كتاب المستدرك. هذه منافع جزئية، ولكن الأهم أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يهدوننا إلى منافعنا الكلية. المنفعة الكلية يعني كيف تعيش. ذلك الرجل جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، الإمام سأله على ما بنيت أمرك، هذا المنفعة الكلية. في الحياة العائلية إذا الرجل يملأ البيت بالذهب والفضة، هذا لا يجدي في إقامة سعادة عائلية. السعادة العائلية تجدها في أحاديث المعصومين صلوات الله عليه. ولكن اشقد من المؤسف أننا بعيدين عن هذه التعليمات. يوم من الأيام فكرنا أن نضع برنامج نطالع ماذا قال المعصومون، هؤلاء المتصلون بتلك القوة المطلقة الذين ذكروا كل شيء ينفعنا في أخرانا ودنيانا. فكرنا أنه نضع برنامج، الرجل شلون يتعامل مع زوجته، أشياء أكو صغيرة جدا في الروايات، يعني في سطر واحد، ولكن تبني الحياة العائلية. من يعرف كيف تتعامل المرأة مع زوجها مذكور في الروايات، لكن من يقرأ، من يطالع، كيف تتعامل مع الأولاد، شنو الحدود تعامل الرجل مع زوجته في الشدة، في الرخاء، في الأسرار، كم من الأسرار يقول الرجل لزوجته وتقول المرأة لزوجها. كل شي نقول لأزواجنا وزوجاتنا، كل شي ما نقول، أكو حد وسط؟ لا نعرف. الإنسان عندما لم يعرف الطريق، ما كان على نور، شو يصير؟ يقع في المنخفضات والمرتفعات. إحنا مع الأسف، إحنا يعني أقول غالبية المؤمنين، لعله الغالبية من المؤمنين، كل ما في أذهاننا مأخوذ من الآخرين. هذا هو المنبع الصافي، هذا هو المنبع الذي لا يحتمل الخطأ. ليش ما نروح إلى هذا المنبع؟ هذا هو البحار، هذا هو الكافي، هذا هو التهذيب. ما يحتاج الطالع الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية الفقهاء حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين منهم وضعوه في شكل رسالة عملية. لكن في باب العقائد، ليش إحنا ما نعرف عقائد؟ الإلهيات، المعرفة التي هي الهدف لخلقة هذا العالم، لتعلموا في الآية الكريمة الذي خلق السماوات والأرض وكذا وكذا، مضمون الآية لتعلموا، فخلقت الخلق لكي أعرف. واحد يعيش 70 عام لا يعرف عن الحقائق الإلهية شيئا، مثل ذلك العابد اللي يعيش في جزيرة يعبد الله 70 عام 60 عام أكثر أقل،
الملائكة يشوفون في ديوان أعمال الثواب كلش قليل، يتعجبون ليش؟ هذا عابد، هذا مؤمن، هذا يقضي ليله ونهاره بالعبادة. الله قال لهم ما إلى معرفة هذا الرجل، عبادة من لا يعرف الله قليلة الجدوى. لنقرأ العقائد، لنقرأ الآداب والسنن، لنقرأ كتاب العشرة من البحار للعلامة المجلسي رضوان الله عليه، أو بقية الكتب التي تتناول هذه الأبعاد. الهدى لا يمكن أن يؤخذ من غيرهم،